حسناً، اربط حزام الأمان وتعرف على قدر هائل من المعلومات المفيدة. إحدى هذه المعلومات هنا قد تنقذ حياتك يوماً ما، أو تكسر حاجز الصمت في تجمع مهم. على الأرجح أنك ستتجنب استخدام خط كوميك سانز إن كنت تكتب مستنداً رسمياً، فهو لا يبدو جاداً على النحو المطلوب. ولا عجب لذلك، فالمصمم الذي ابتكره استوحاه من عدة كتب قصص مصورة كانت موجودة في مكتبه. تضم كندا أكبر عدد بحيرات مقارنة ببقية العالم مجتمعاً. تظهر دراسات حديثة أنه قد يكون هناك ما يصل إلى 2 مليون بحيرة في هذه الدولة. لم يكن سوبرمان الأصلي يطير في كتب القصص المصورة، بل كان ينتقل من مبنى طويل إلى آخر في قفزة واحدة. لكن الرسامين الذين عملوا في إنتاج مسلسل سوبرمان الكرتوني في الأربعينيات اشتكوا من أن القفزة بأكملها ستبدو سخيفة على الشاشة، وبهذه الطريقة حصل سوبرمان على قوته الخارقة في الطيران في الهواء. 20% فقط من الضحك ناجم عن النكات والمواقف المضحكة، أما الباقي فإنه رد فعل الناس على أسئلة مثل كيف حالك وجمل عادية. يساعد الضحك على تكوين روابط اجتماعية، فالأشخاص الذين يضحكون سوياً يصبحون أقرب من بعض. علكة ريغليز جوسي فروت أول منتج يحتوي على رمز شريطي أو باركود، وحدث ذلك قبل أكثر من 40 سنة. تنام ثعالب البحر وخاصة الأمهات وصغارها ممسكة بأيدي بعض حتى لا تنجرف بعيداً. إن لم يكن لدى ثعلب البحر أي شيء للإمساك به، فإنه يلف نفسه في أعشاب البحر. نحن البشر مجرد جنس واحد من بين 8.7 مليون من الأجناس المقدرة في العالم، ويتضمن هذا الرقم 611 ألف من الفطر والعفن وأنواع الفطريات الأخرى، و298 ألف نوع من النباتات، و7.8 مليون من أجناس الحيوانات. وصلتك الفكرة؟ على فكرة، لم يحاول الباحثون حتى حساب عدد البكتيريا على الأرض. تدور الأرض بسرعة فائقة، لهذا السبب إن رميت شيئاً إلى جهة الغرب فسيذهب لمسافة أبعد قليلاً. الجبال على كوكب الزهرة مغطاة بمادة تشبه الثلج وتبدو مثله، لكن درجات الحرارة حارقة على هذا الكوكب، ولا يمكن أن تتكون الثلوج هناك، وهذا الصقيع معدني في الحقيقة. أعمق مستويات المحيطات في العالم تعج بمخلوقات مرعبة، ديدان أنبوبية عملاقة، وأسماك قرش العفريت، وأسماك الأفعى ذات الأسنان الطويلة المخيفة. لكن أحد أغرب الكائنات الحية هناك على الأرجح عيون البرميل، وهو سمك ضخم برأس شفاف تماماً. سؤال، هل يمكنك أن ترى ما يفكر فيه؟ عدد الأشجار على كوكبنا اليوم أكثر من عدد النجوم في درب التبانة، وفي حين أن مجرتنا الأم تضم ما بين 100 إلى 400 مليار نجم، فإن عدد الأشجار على الأرض يتجاوز 3 تريليون. اكتشف بلوتو في عام 1930، وفقد تصنيفه ككوكب في عام 2006، وخلال هذه الفترة الطويلة نوعاً ما لم يتمكن من الدوران بشكل كامل حول الشمس. الكوكب السابق يحتاج إلى 248 سنة أرضية لإكمال مداره. الاستحمام معروف بقدرته على تحفيز الإبداع، عندما تأخذ حماماً دافئاً تشعر في العادة بالراحة والسعادة، ويزيد مستوى الدوبامين في جسمك، مما يزيد من فرص حصولك على أفكار ممتازة. تستورد السعودية الإبل من أستراليا. استوردت هذه الدولة الإبل في البداية لنقل الحمولات الثقيلة، وبعد الانتهاء من هذه المهمة أطلق سراح هذه الحيوانات، مما أدى إلى ارتفاع كبير في تعدادها. رمز الهاشتاغ له اسم رسمي، أكتوثورب، وهي كلمة جديدة توصل إليها في المكان نفسه الذي جاء منه الهاتف، مختبرات بيل. العلماء شبه واثقين من أن الديناصورات عاشت في الماضي في جميع القارات، نعم حتى في أنتاركتيكا،
إذن لماذا لا نعثر على عظام ديناصورات في جميع أنحاء العالم؟ وذلك لأن أحوال التربة والطقس في بعض الأماكن ساعدت على تحجر بقاياها، أما في الأماكن الأخرى فقد تحللت بكل بساطة. وبمناسبة الحديث عن الديناصورات، قد تكون هناك أنواع عديدة أكثر مما يظن الناس. كانت عظامها صغيرة للغاية، لذا لم يحتفظ بها لملايين السنين. يفوق وزن الشمس وزن الأرض بـ 330 ألف مرة، وهذا النجم عملاق للغاية، لدرجة أنه يمكنك وضع الأرض داخله 1,300,000 مرة. وماذا عن المعلومة التالية؟ تضم الشمس 99.85% من كتلة مجموعتنا الشمسية. يحتوي 13 جزءاً من جسم الإنسان على 3 أحرف فقط في أسمائهم: رأس، أذن، صدر، ثدي، سرة، بطن، فخذ، ساق، قدم، عين، أنف، ذقن، كتف. إليك مثال على الإصرار. كان هناك رائد فضاء اسمه دون ليند، انتظر 19 سنة قبل أن يحلق أخيراً في الفضاء. ألغيت المهمة الأساسية التي اختير لها، وبقي الرجل على قائمة الاحتياط لرواد الفضاء الآخرين. وفي عام 1985 تمكن العالم المصر من التحليق في مكوك فضائي. أطول وشاح فستان زفاف امتد على طول يزيد عن طول 63 ملعب كرة قدم. اعترفت صاحبة الوشاح المبهر من قبرص أن هدفها كان تحقيق رقم قياسي في موسوعة جينيس، فقد كان حلمها منذ فترة الطفولة. تتذوق الفراشات الطعام بأقدامها، لأن مجسات التذوق لديها توجد هناك. لو كنت فراشة فستتذوق البيتزا بمجرد الوقوف عليها. المعلومة التالية تناقض كل ما تعلمته عن الحياة. يزعم العلماء أن العرق ليس له رائحة كريهة. المتهم هنا البكتيريا على جلدك التي تحلل العرق، مما يسبب انبعاث رائحة كريهة. تبيض أنثى الأخطبوط ما بين 20,000 إلى 100,000 بيضة في المرة الواحدة، والأخطبوطة الأم لا تأكل لنصف سنة لأنها تحمي بيضها. وعندما تفقس صغار الأخطبوط فإن حجمها لا يزيد عن حجم حبة الأرز. الهيكل العظمي البشري يجدد نفسه بالكامل كل 10 سنوات، وهي عملية مستمرة تحدث على مستوى الخلايا. لهذا السبب لديك دائماً مزيج من عظام قديمة وجديدة في جسمك. لم يتوقف جسم الإنسان عن التطور بعد، فالمزيد والمزيد من الناس يولدون مع عظمة إضافية في ركبهم، وهذه العظمة الصغيرة تسمى فابيلا، وهي ليست شيئاً جديداً لم يكن موجوداً في السابق. ففي القرن 19 ولد 18% من الناس مع هذه العظمة، وفي بداية القرن 20 ولد 11% فقط من الناس مع عظمة فابيلا. لكن في عام 2018 حوالي 39% من سكان العالم لديهم فابيلا. بالمناسبة، لا يزال العلماء لا يعرفون الغرض من وجود هذه العظمة. سكان بلدة ساتينيل دي لاس بوديغوس في إسبانيا يعيشون حرفياً تحت صخرة. يعمل الناس هناك ويدرسون ويتنزهون تحت نتوء صخري ضخم، ومنازلهم مبنية في جانب الصخرة مباشرة. اقتناء خنزير غيني واحد فقط في سويسرا مخالف للقانون. هذا الحيوان اجتماعي جداً ولا يمكنه العيش لوحده، فذلك مضر بصحته. فوانيس جاك الأولى كانت مصنوعة من اللفت أو البنجر، وعلى عكس القرع البرتقالي المبهج كان هدفها تخويف الضيوف غير المرغوب فيهم. فضول الأطفال عجيب للغاية، فالطفل العادي يطرح حوالي 300 سؤال في اليوم، ويعادل ذلك سؤالاً واحداً كل 5 دقائق، وأسئلة لماذا تعد الأكثر شيوعاً. الصحراء الكبرى ليست محيطاً شاسعاً من الرمال كما يتخيله الكثيرون. حوالي 25% فقط من أراضيها يطابق هذا التصور، أما بقية المنطقة فهي مغطاة بحصى وتعج بجبال وواحات. عدد حيوانات الكنغر في أستراليا أكثر من عدد الناس هناك مرتين. وفقاً لآخر إحصاء،
هناك 40 مليون حيوان كنغر مقابل 20 مليون نسمة. إليك حقيقة أخرى رائعة عن الكنغر، لا يمكنه القفز إلى الوراء. طائر الطنان مخلوق صغير للغاية، لكن أحد أنواعه وهو طائر الطنان النحلة يحطم جميع الأرقام القياسية، فهو صغير جداً لدرجة أنه يخلط بينه وبين الحشرات في الغالب، كما يزن الطائر أقل من وزن قرش 10 سنتات. أشهر حرف في اللغة الإنجليزية حرف إي، فهو يظهر في 11% من جميع الكلمات، ويحتل الحرف إي المركز الثاني، فيمكنك رؤيته في 8.5% من جميع الكلمات. الحرف الأقل شيوعاً كيو، فلا يظهر سوى في 2% من جميع الكلمات. أسماك القرش لا تستخدم الحروف الأبجدية، لكن لديها في المتوسط 15 صفاً من أسنان قوية للغاية. يولد سمك القرش مع طقم من الأسنان، ويمكنه حماية نفسه منذ الولادة، وإن فقد سناً فسينمو سن جديد مكانه في وقت قصير، وطوال حياته قد ينمو في سمك القرش 50,000 سناً. إليك خبر سار، أسنان الإنسان صلبة مثل أسنان سمك القرش، والمينا الذي يغطيها أصلب جزء يمكن أن تجده في جسمك بالكامل. لا يستطيع التمساح إخراج لسانه لأنه متصل بسقف فمه، لكن أقرب قريب للتمساح القاطور يمكنه فعل ذلك بسهولة. البروكلي الصيني والملفوف والقرنبيط والكرومب الأخضر والكرومب المجعد والكرومب السلقي وبراعم بروكسل، كل هذه الخضار تأتي من نوع النباتات نفسه براسيكا أولاراسيا. تبقى عيناك مغلقتين لمدة 10% من ساعات استيقاظك، وهذا هو الوقت الذي تقضيه في الرمش. يرمش الإنسان البالغ العادي 15 إلى 20 مرة في الدقيقة، لكن لا يرمش الرضع كثيراً، فقط 2 مرات في الدقيقة إن لم يكن 2 مرات في وقت أطول من ذلك. يلسع النحل أحياناً نحلاً آخر. أثناء حماية خلية النحلة، يظل نحل الحراسة عند المدخل ويشم الحشرات التي تريد دخول الخلية. إن رصدوا نحلة مارقة لا تنتمي للخلية، فإنهم يحمون رحيقهم بعض النحلة الدخيلة أو لسعها حتى. تكون حاسة الشم 80% من حاسة التذوق لديك، لهذا السبب إن كان أنفك مسدوداً فإن البصل والبرتقال والبرجر سيكون لهم المذاق نفسه في فمك. ليس للأبقار أسنان أمامية علوية، وبدلاً منها توجد طبقة صلبة من الجلد. لدى هذه الحيوانات أيضاً أضراس في الجزء العلوي الخلفي من أفواهها. إن احتاج رائد الفضاء إلى حك أنفه أثناء ارتدائه بدلة الفضاء، فهناك قطعة من الفيلكرو داخل خوذته يخزن شعرك كل المعلومات المهمة عنك، حمضك النووي والفيتامينات الناقصة في جسمك والمعادن الموجودة في جسمك. يمكن معرفة كل ذلك من تحليل خصلة شعرك، كما أن شعرك قوي بدرجة هائلة، فيمكن لشعر رأس كامل حمل ما يصل إلى 2 طن من الوزن دون انقطاع أي بصيلة شعر. لدى الحبار والأخطبوط مناقير مصنوعة من الكيراتين، تماماً مثل أظافرك أو مناقير الطيور. يأكل الحوت الأزرق حوالي 500,000 سعرة حرارية في المرة الواحدة، وذلك ضعف الطاقة التي يحتاجها لصيد قريدس البحر 240 مرة. يمتد الغلاف الجوي للشمس لمسافة أبعد من سطحها المرئي، وكوكبنا ضمن نطاقه، وهذا السبب الدقيق لخلق الرياح الشمسية ظاهرة الأضواء الشمالية والجنوبية الخاطفة للأنفاس. اخترع صنبور إطفاء الحرائق للمرة الأولى في أوائل القرن 19، لكن للأسف ضاعت براءة اختراعه عندما نشب حريق في مكتب براءات الاختراع، ولم يعد تسجيل براءة اختراع هذا الصنبور إلا بعد 100 سنة. يمكن أن تصبح الصاعقة أكثر سخونة 5 مرات من سطح الشمس. كان للأرض في الماضي قمران، القمر الثاني كان صغيراً بالنسبة لجسم سماوي بنطاق 1200 كيلومتر فقط، لكن اصطدم القمران ببعض واختفى أصغرهما. توجد 4 تعابير وجه رئيسية: غاضب، خائف أو متفاجئ،
سعيد وحزين. لكن إلى جانب هذه التعابير الرئيسية يمكنك ابتكار 7000 تعبير آخر. بالمناسبة، تعابير الوجه الصادقة تميل لأن تكون متماثلة. رنة القطب الشمالي يغير لون عينيه من الذهبي إلى الأزرق في الشتاء. إنها طريقته لتكييف حساسية شبكية عينه مع الظلام الدائم، وبهذه الطريقة يمكنه رؤية الطعام ورصد الحيوانات المفترسة. يمكن لبعض أنواع الروتيلاء، والتي تعد من أكبر العناكب على الأرض، العيش بدون طعام لأكثر من سنتين. يكاد يكون من المستحيل التمييز بين بصمات أصابع الكوالا وبصمات أصابع البشر. النتوءات المتعرجة والدائرية على أصابع الكوالا شبه متطابقة مع النتوءات على أصابعنا. تبقى الحيوانات بعيدة عن أسلاك الكهرباء لأنها تطلق ومضات من الأشعة فوق البنفسجية. بالإضافة إلى ذلك، 35 نوعاً مختلفاً من الحيوانات حساسون من الأشعة فوق البنفسجية. ومن بين الثدييات، القردة والبشر فقط لا يرون الأشعة فوق البنفسجية. تبدو أصوات التيارات المائية كأنها تهذي لأن فقاعات الهواء الموجودة فيها تلتقطها المياه وتنفقع. إن كنت ترغب في حرق العديد من السعرات الحرارية بالنقر على فأرة الكمبيوتر، فسيجب عليك فعل ذلك 10 مليون مرة. كلا شكراً. لدى النيبال أكثر علم حسابي في العالم، حتى أن الدولة لديها مادة منفصلة في دستورها تصف خطوات رسم العلم. يعيش سمك قرش المحيط الهادئ النائم الغامض في بركان كافاتشي تحت الماء، وهذا البركان قريب من جزر سليمان، ويجب على العلماء إرسال روبوتات داخل هذا البركان لمعرفة المزيد عن هذا المخلوق، لأنه لا يستطيع الإنسان تحمل الحرارة والحموضة في تلك البيئة. يمكن استخدام بصمات أنف الكلاب للتعرف عليها مثل بصمات الأصابع المستخدمة مع البشر، فكل بصمة أنف فريدة تماماً. يعاني الإنسان من دوار الحركة لأن دماغه يتلقى معلومات متناقضة من أجزاء مختلفة في الجسم. لنفترض أنك على متن سفينة، ستشعر أذنك الداخلية بحركة الأمواج، لكن لا ترى عيناك هذه الأمواج. يحاول الدماغ الجمع بين هذين الشعورين المنفصلين، لكن يصاب بالحيرة. حان وقت العثور على درابزين سطح السفينة بسرعة. لو قررت بناء هرم خوفو في الوقت الحالي، فسيكلفك 1.2 مليار دولار، وهذا المبلغ ليس كبيراً إن قارنته بالسعر الحالي لبناء سور الصين العظيم، والذي يعادل 42 مليار دولار. قرنية عينك الجزء الوحيد من الجسم الذي لا يحصل على أي إمداد دم، لأنها لا تحتوي على أي أوعية دموية. تحصل على الأكسجين من الهواء مباشرةً، وتحصل على العناصر الغذائية من الدموع وسائل خاص تنتجه عينك. لا يستطيع الخيل التنفس من فمه، فهناك قطعة نسيجية تسد حلقه طوال الوقت باستثناء وقت الأكل. تمنع هذه القطعة الحصان من استنشاق الطعام، لكنها تعني أيضاً أنه لا يستطيع التنفس إلا من أنفه. يمكن لنقار الخشب أن ينقر على الخشب حتى 20 مرة في الثانية، ويعادل ذلك 8000 إلى 12000 نقرة في اليوم. كبير ذواقي القهوة، والذي يعمل لدى شركة كوستا كوفي، لديه تأمين على لسانه ب13 مليون دولار. براعم تذوقه مهمة لمهنته مثل الحبال الصوتية للمغني، فهي تسمح له باختيار مئات النكهات. من النادر أن تنخفض نسبة رطوبة الهواء على الأرض لأقل من 30%، لكن رطوبة الهواء المضغوط في الطائرة قد تصل إلى 20% فقط، ويعادل ذلك جفاف هواء الصحراء الكبرى. لهذا السبب تشعر بشرتك بالانزعاج أثناء الرحلة وبعدها. لدى فرس النهر عرق وردي، لكنه ليس عرقاً على الإطلاق، بل سائل زيتي يرطب جلده ويحميه بدلاً من تبريده، كما يحتوي هذا السائل على مضاد حيوي. يبدو الغبار أبيض على خلفية سوداء وداكناً على خلفية بيضاء، لكن الحقيقة أن الغبار المعروف رمادي. حجم جزيئاته الصغير يمنعك من رؤية لونه الحقيقي،
ولا يمكنك رؤية هذا الاختلاف إلا إن كانت الجزيئات أفتح أو أغمق من الخلفية. فيلوسيرابتر كان بحجم ديك رومي معاصر، وهو أكثر ديناصور يشبه الطيور مما اكتشفه البشر. يتميز بصغره وسرعته، وكان لديه عظمة خاصة في معصمه. فانتا بلاك المادة الأكثر قتامة في العالم، تمتص أكثر من 99% من الضوء وتجعل الأجسام الثلاثية الأبعاد تبدو كأنها ثنائية الأبعاد. هذه المادة مصنوعة من أنابيب كربون مجوفة صغيرة، وعلى مساحة أقل من 3 سنتيمتر مربع هناك 1,000,000,000 أنبوبة نانونية مزروعة في مختبر خاص. صغير الباندا العملاق يزن مثل كوب قهوة صغير، وهو أصغر من الفأرة. الباندا الأم أكبر ب900 مرة من صغارها. عندما تفقد الوزن لا تختفي خلاياك الدهنية فحسب، بل تصبح أصغر، والعكس صحيح. عندما تكسب بضعة كيلوغرامات إضافية تنمو خلاياك الدهنية في الحجم. أول برتقال جلب من جنوب شرق آسيا لم يكن برتقالياً، بل كان أخضر، وكان في الواقع هجيناً من اليوسفي والبامي. يدور كوكب الزهرة ببطء شديد لدرجة أنه يستغرق وقتاً أطول لإنهاء دورة واحدة أكثر من إكمال مداره، واليوم الواحد على كوكب الزهرة يستمر لأكثر من سنة كاملة. معدتك ومريئك مغطيان بأكثر من 100,000,000 خلية عصبية. يعتقد العلماء أن هذه الخلايا العصبية دماغك الثاني، فيمكنها تحديد مزاجك وعواطفك، ومن هنا جاءت عبارة اتبع حدسك الداخلي. عندما يلمس شيء بارد جداً سقف فمك، سواء كان آيس كريم أو هواءً شتوياً جليدياً، فإن مركز الأعصاب هناك يصاب بالذعر، ويبدأ رد فعل عصبي وينفخ الأوعية الدموية في الرأس في محاولة لتسخين الدماغ. لكن لماذا لا تبرد عيناك عندما يكون الجو قارس البرودة؟ لا توجد خلايا مستقبلة لدرجة الحرارة هناك. إلى جانب ذلك، فإن الجزء الأكبر من مقلة العين يقع داخل الجمجمة ويسخن من تدفق الدم بالداخل. أكبر شركة منتجة للإطارات في العالم ليجو، تصنع هذه الشركة أكثر من 300,000,000 إطار صغير سنوياً. أنشأت شركة فيسبوك ذات مرة روبوتي دردشة ذكاء اصطناعي يمكنهما التحدث مع بعض، لكن بدأ هذان الروبوتان في التواصل بلغة لم يفهمها أحد سواهما، ووجب إيقاف التجربة بعد ذلك. للأخطبوط المحاكي نظام دفاع مثالي، فلا يمكنه تغيير لونه فحسب، لكن يمكنه أيضاً تقمص أشكال كائنات بحرية أخرى. لتوفير طاقتها تطير الطيور على شكل حرف V. الطيور المحلقة في الصف الأمامي تخلق دوامات هوائية بأجنحتها، وتلتقط الطيور المحلقة في الخلف هذه الدوامات ولا تضطر لبذل الكثير من الطاقة، كما أن هذا التشكيل يساعد جميع الطيور على رؤية القائد. تبعد مجرة M100 55,000,000 سنة ضوئية عن الأرض، وهذه مسافة محيرة للعقل. إن كان هناك أحد من تلك المجرة ينظر إلى كوكبنا الآن، فسيرى انقراض الديناصورات. تقع نقطة نيمو في جنوب المحيط الهادئ في مكان بعيد للغاية عن أي يابسة، لدرجة أن أقرب بشر لها هم في الغالب رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية، وفقط عندما يمرون فوقها. لا عجب أن الاسم الآخر لهذه النقطة قطب عدم إمكانية الوصول المحيطي. وفي الختام، إن كنت قد تعلمت شيئاً جديداً اليوم، فامنح هذا الفيديو إعجاباً وشاركه مع صديق. وإليك بعض مقاطع الفيديو الأخرى التي ستحوز على إعجابك. فقط انقر على الفيديو الأيسر أو الأيمن، وتذكر، ابقى على الجانب المشرق من الحياة.